والله شوف، احنا والله نعزي الجمهور، والله هم اللي يكسروا الخاطر الصراحة، هم الضحايا. والمشكلة ما يساعدونك عشان انت تبي تصلح، تبي تسوي شيء عشان الفريق اللي قاعد يصير غلط. لما نقول لك ان قلنا هالكلام انه برا الملعب في امور وايد انت لا تأثر على الفريق، هذه الامور ما احنا نتكلم فنيا الحين. اليوم المباراة الصراحة مدرب يتحمل جزء اكبر من اللي هذا. احنا بداية المباراة تفاجأنا بالوضع، يعني خل تشكيله الفريق، وحط ام قلب دفاع تيبه تحطه بالنص على اساس ولاعبين نص ارتكاز، لاعبين ارتكاز عندك زين حاطهم على الخط من بدايه المباراه، لاعب ثاني مثل التركماني ما لعب فتره طويله، الشوط الاول هو افضل لاعب بالملعب، بدايه جيم الثاني نطالع وهو برا واحد ثاني لاعب، مع ان النتيجه 1-0 اول شوط، 1-0 في اي لحظه تسجل. تونا احنا قاعد نقول على الصبر، مضيعين بلنتي بعد، مضيعين بلنتي، مضيعين بلنتي، يعني عندك مجال انك تعدل فريق وفي وقت. مباراه مو 45 دقيقه ولا 80 دقيقه، المباراه 90 دقيقه، هذا اللي نعرفه بكره القدم، هذا اللي صار.